إذا نتكلم حتى عن شعار الدورة، نرتقي بالرياضة نرتقي وفي الجزائر نلتقي. بعيدا عن المنافسة الرياضية، اليوم دورة الألعاب العربية في الجزائر كانت عبارة عن ملتقى للأشقاء في الوطن العربي. يمكن شفنا في ناس من سنوات طويلة ما شفناهم، التقينا فيهم في دورة الألعاب بالجزائر. هذا حالي وحال غيري من الإعلاميين والصحفيين وأيضا الرياضيين واللاعبين، وهذا اللي شفته يعني بعيني في العديد من الأماكن. فهذا يثبت أن فعلا الحدث يحمل أبعاد اجتماعية، أبعاد عربية ثقافية، أكثر من مجرد حدث رياضي.